لا تنم أبدا قبل أن تأتي بهذه الأشياء الثلاثة، ولن يمنعك بعدها من دخول الجنة إلا الموت. فتابع معنا هذا الفيديو للتعرف على هذه الأشياء الثلاثة. لكن قبل أن نبدأ، المرجو منكم ترك إعجاب لهذا الفيديو، ولا تنسوا أن الدال على الخير كفاعله. إخوان كرام، ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لنوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وفي الحديث الطويل لأبي هريرة رضي الله عنه، ونذكر منه أنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. أخرجه البخاري. ومن فضائل ووظائف آية الكرسي كذلك ما بشر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن من قرأها بعد الصلاة المكتوبة لا يحول بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. وقد روى الإمام النسائي وابن حبان والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في ظهر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. قال الطيبي في شرح قوله لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، أي أن الموت يكون هو الحاجز بينه وبين دخول الجنة، فإذا انقضى هذا الحاجز أي الموت حصل دخول الجنة لم يمنعه. وهذا يدل على أن من أراد أيضا أن يختم له بخير فليحرص على آية الكرسي ظهر الصلاة المكتوبة، كما في فضيلة السيد الاستغفار أن من قرأه حين يصبح ثم مات من يومه دخل الجنة، ومن قرأه حين يمسي ثم مات من ليلته دخل الجنة. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري في صحيحه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه الترمذي. كما ورد أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كل ليلة قبل أن ينام سورة السجدة والملك. وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة الملك قبل النوم، وقد كان عليه الصلاة والسلام مداوما عليها. فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ورواه أبو داود وغيره. كما ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على سورة السجدة لما لها من فضل عظيم. فقد جاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل أي سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك أي سورة الملك. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع. كما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم أنه قال للصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. إخواني الكرام، فيجب على المسلم أن يحافظ على الأذكار لأنها تحفظ من الشيطان
وهي الحصن الحصين للنفس من شر شياطين الإنس والجن، وينام المسلم وهو يشعر بالطمأنينة والأمان وأنه في حفظ الله ورعايته. نفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم ارحم واغفر لكل من نشر هذا المقطع، اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، دقها وجلها، عظيمها وصغيرها يا رب العالمين. انشروا سنة نبيكم يرحمكم الله، فالدال على الخير كفاعله.